صبحكم الله بالخير. الحقيقة ما قدرت أنه أنام اليوم قبل لا أطرح هذا الموضوع، لأنه مرة محزن. من فترة طويلة حنا نشوف تداول النكت على المعلمين والطلاب يتزايد سنة بعد سنة بعد سنة، وخصوصا على المدرسين، أنه إجازتهم طويلة وتنكيت ولا، وفي ناس ترد بجدية إذا زعلوا المدرسين يقولون هذولي أساسا سيئين، أساسا ما يشتغلون ودلوعين ومن هالكلام. أنا بقول أنه في مدرسين سيئين، في مدرسين متهاونين، في مدرسين يصورون الطلاب بلا إنسانية، منهم منصور الطلاب هو يضربهم، في منصور الطلاب هو يضحك عليهم ويسخر منهم، ولكن هذولي أبدا ما يشرفون السلك التعليمي. لازم الناس قبل لا يسخرون من معلم يعرفون وش أوضاع غالبية المعلمين. في من المعلمين من يسافر بشكل يومي 200-300 كيلو علشان يروح يوفي دروسه ويرجع 300 كيلو. قبل سنة ونص تقريبا كنت مسافر الفجر لمدينة أخرى بخلص شغلة وارجع، ورافقت بالصدفة فان ينقل معلمات، شيء محزن كان، ونزلت باليوتيوب، أبى أحط لكم الآن اللي يحب يشوف الفيديو، كان والله يقطع القلب. غير التنقل السيء، حوادث كل يوم، وفيات معلمين ومعلمات بسبب النقل. معلمين على بنود الأجور، رواتب ضعيفة، وأيضا اللي يعملون في مدارس أهلية، غالبية المدارس الأهلية بعد انقطاع الدعم الآن من صندوق الموارد البشرية راح تنخفض رواتبهم، من أعتقد من 5500 راح ينزلونهم إلى النصف، واللي ما يبغى بسبب العقود التعسفية يمشي، إضافة إلى أنهم ما يأخذون رواتب بالصيف، يتمنون أنهم يداومون بالصيف بس ما في رواتب. ممكن يقولون لهم كتعسفيا تعال داوم بالصيف وتاخذ رواتب، يجي يجلس كذا طول الصيف علشان ياخذ راتب او ما في. طيب الوضع التعليمي، المدرس غالبا في اليوم يمكن يتعامل مع 100 طالب في اليوم من مختلف الثقافات، وكل طالب من بيئة مختلفة، يجيك اللي متربي اللي غير متربي، اللي يعاني من مشكلة نفسية، اللي يعاني من فرط حركة، يعني كل طالب له تصرف معين. مدارس كثيرة غير مهيئة أصلا للتدريس بسبب حرارة الجو، سوء المكيفات، أشياء كثيرة جدا. كل منكم يعرف مدرس أو مدرسة ممكن ينقل له المعاناة. المدرسين كثير منهم بالنسبة للأنشطة وكذا يدفعون من جيوبهم، ما يتوفر لهم هذه المبالغ. إدارات المدارس تقولهم والله إذا وفرتها من جيبك راح أعطيك تقييم جيد وراح أسهل لك كثير أمور، أما إذا ما قدمتها راح أقيمك بشكل سيء. هو يدفع من جيبه، أيضا لو تغيب ما في أحد يحل مكانه، لأنه لازم هو اللي يقدم، يعني ما هو موظف بنك ولا موظف إدارة يقول زميله بالله أنا بطلع مفطر خلص شغلي وأنا بكرة بجي وأمسك شيء عنك، لا هو اللي لازم يكمل مواده، يطلع ينزل أو تطلع وتنزل كلهم الجنسين، يركض بين هالفصول وبين هالطلاب، وش يحصل في النهاية؟ اتفقنا في منهم سيئين، نعم في سيئين ولكن قليلين جدا، وكل شخص سيء حتى اللي ينتقدهم لو بيهوب بيقيم نفسه بيلقى أشياء بينه وبين نفسه سيئة. في الموظف الفاسد راح تلقاه يدافع عن نفسه، المرتجي راح تلقاه يدافع عن نفسه، المتهاون راح يدافع عن نفسه. نجي للموضوع المهم اللي هو هاليومين نشوف كتاب في هاشتاج اليوم، نشوف مسؤولين يسخرون منهم. يا جماعة هل المدرس بعد هذا راح يلقى احترام من الطالب، خصوصا أن الطالب اليوم ذكي جدا يشوف وسائل التواصل الاجتماعي؟ في قصور في التعليم، هل يعزل المدرس فقط؟ إذا المدارس بعضها متهالك وسيء، وسائل التعليم جدا ضعيفة، ما في محفزات للمعلم، هل يلام المعلم على هذا الشيء فقط؟ الأسر نفسها ترسل الطالب للمدرسة
وكثير منكم يعرف الطلاب وكيف تربيتهم مع الأسف الشديد. هل كل هذا يلام عليه المدرس فقط؟ أنا ما دافع عنهم، لكن أنا ما أرضى السخرية بهذا الشكل. أما السخرية اليومية من هذول الناس اللي تنتشر في الواتساب وتويتر، أنت كيف تبغى ابنك يحترم شخص ويأخذ منه علم وأنت تسخر منه بهذا الشكل؟ ونجيب أمثلة، شوف التعليم في اليابان، شوف التعليم في فنلندا. طيب هل توفر للمدرس أو المدرسة عندنا هذه الوسائل الموجودة في هذه الدولة؟ أنا ما تكلمت إلا لأنه تتكرر هذه الرسائل وتجيني من كثير مدرسين رسائل شكوى وأسى من هذا. ما هي رسالة مزحة واحدة، صارت تتكرر يوميا إلى درجة أنها وصلت للطلاب يسخرون من معلمينهم ومعلماتهم. ما يصير. الآن أنا أتكلم 3 أو 4 دقائق، الناس يقولون يا أخي يا كثر بربرتك، مع أني والله العظيم في حياتي الخاصة إنسان ساكت صامت، لكن السناب يجبرني. طيب المدرس اللي لازم يتكلم 5 أو 6 حصص في اليوم وراء بعض وراء بعض، عنده أي شخص استعداد يمارس نفس الدور مثله ويحضر دروس وفي وراه متابعة، وإذا تأخر راح يأكلها وراح يأخذ عقوبات؟ إيش رأيكم في هذه المهنة؟ من اللي يقبل فيها غير هذا المعلم؟ زمان لما كنا في المدرسة المدرس الشديد الصارم كنا نحترمه ونحفظ دروسه، المدرس المتهاون احنا نجرب الى اي حد يعطينا خط احمر، اذا شفناه متهاون او ضعيف شخصية ضيعنا المادة وضيعنا انفسنا. لذلك يا جماعة علموا ابنائكم احترام المعلمين لمصلحتهم هم اولا واخيرا، وثانيا لهذا المعلم لانه انسان. شكرا.